أكبر مطار في العالم على مساحة تقدر بأكثر من 76 مليون متر مربع. بني المطار الجديد الذي سيفتتح على 4 مراحل تكتمل بحلول عام 2028. مع الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية افتتحت المرحلة الأولى من المطار بمراسم رسمية حضره عدد من قادة وزعماء العالم. الرئيس أردوغان قال إن إسطنبول ستكون مركز الملاحة الجوية العالمية. بعد أن يبدأ مطار إسطنبول في العمل يجب تغيير المجال الجوي الأوروبي، لأن مركز النقل الأكثر أهمية سيكون إسطنبول، ومسار الرحلات الدولية سيتغير بشكل كبير. حجب الاستثمار في هذا المطار بلغ أكثر من 10 مليارات يورو، بطاقة استيعابية عالية تصل إلى 90 مليون مسافر سنويا، وستصل بعد اكتمال كافة مراحله إلى 200 مليون مسافر في السنة. يستوعب المطار 3500 رحلة طيران يوميا تحلق نحو 350 وجهة حول العالم. سيعمل في المطار 225 ألف شخص، وسيوفر أكثر من 1 مليون فرصة عمل بعد اكتمال مراحله 4. اقتصاديا سيساهم مطار اسطنبول 4.9% من الناتج المحلي التركي، بالإضافة إلى 79 مليار دولار كأرباح إضافية. تقنيات حديثة وأجهزة ذكية تستخدم في مطار إسطنبول، من ضمنها الروبوتات التي ستعمل على تقديم الإرشادات والخدمات للمسافرين، ليكون بذلك نموذجا لكبرى مطارات العالم من حيث الفرادة والتميز. مطار إسطنبول الجديد بمساحته الكبيرة هو أحد مشاريع الحكومة المدرجة تحت رؤية تركيا الجديدة التي دعا إليها الرئيس أردوغان. مطار يقول القائمون عليه أنه سيشكل نقطة فارقة في حركة الملاحة الجوية العالمية من ناحية الساعة والموقع الاستراتيجي لمدينة إسطنبول. عدنان جان، التلفزيون العربي، من مطار إسطنبول الجديد.